المباراه دي تحديدا ما كانش ينفع تلعب فيها بالثلاثه الادوار متشابهين اللي في نص الملعب. مروان عطيه لعيب كويس جدا، إلي ديانج لعيب كويس جدا، حمدي فتحي لعيب كويس جدا. حمدي فتحي يمكن هو حلقه الوصل، هو البوكس تو بوكس، هو اللعيب اللي اخر واحد بيدافع تلاقيه في ال 18 عندك بيكحت وبيعمل تاكلنج وبيطلع كوره صعبه ما تطلعش، وتلاقي كروس ملعوب طالع فيه بدماغه في الناحيه الثانيه في الهجوم. صح، ديانج ومروان عطيه الادوار كانت متشابهه. لما تروح تلعب مع الترجي في تونس ظروف المباراه تخليك الثلاثه مرتاحين، بتلعب بالثلاثه دول مأمنينك. فعارف فاكر خالد صالح الله يرحمه في اهرب اهرب يا ياسين ربنا معاك، هو ده نفس الموضوع. بتلعب بره بثلاثه ديفندر، فاي حد بيكلمك كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات اهرب اهرب ربنا معاك مش عايزين الكره في نص الملعب والدنيا مقفوله والدنيا حلوه جدا. ما كانش ينفع تريبليكيت ده في نص ملعبك، كان لازم لعيب عنده حل، لعيب عنده حل، خاصه ان انت اتقدمت في الماتش 1-2، كان عندك جود لك زي ما بيقولوا الطلاينه بونا فرتونا ان انت بتعرف تليد المباراه، وفي نفس الوقت الهجمات الخطيره اللي جت عليك تم التعامل معاها باتقان شديد وكان عندك توفيق. شوبير انقذ كورتين وكره في الكروس بار، فانت كان لازم تبدا تتدخل. الوقت الحرج اللي اللياقه البدنيه فيه بتنزل والمنافس بيدخل عليك نفس جديد ونجم وبيدخل عليك لعيبه جديده، انت ما عندكش رد فعل وخسرت معركه نص الملعب. فكان لازم يحصل تدخل سواء بالسوليه او بقفشه، لعيب من اللعيب المودريتورز، اللعيب اللي بيمسك الكره كريم ويبدا يلعب يمين وشمال، يدور الكره شويه، يدور اللعب ويستحوذ على الكره ويبني ويبقى نفس جديد موجود حتى اللي في الملعب يحس شويه. كمان التغيير، خروج حسين شحات بالنسبه لي كان علامه استفهام. بيرسي تاو ما كانش عنده اي ادوار دفاعيه، واحد يقول لي هو مش مطلوب منه ادوار دفاعيه، لا، وانت 2-0 خلاص انت مش همك تجيب تاني، انت همك ما يجيش فيك. فالارتداد بتاعك لازم يكون اقوى من كده. مباراه العوده بقى شايف فيها ايه؟ لازم يغير في الثلاثه بتوع نص الملعب، لانه هيلعب فيتل ميستيك لو بدا بنفس الثلاثه انه ما يجيش فيه هيجي فيه، فيبتدي يغير وانت خسران، فانت المنافس سبقك بخطوه. لازم يبدا من البدايه، لازم يبدا من البدايه باثنين ديفندر صراحة، يختار احسن حاله فنيه جاهزيه موجوده ما بين الثلاثه اللي بيلعب بيهم، ماشي، ويلعب بواحد صانع لعب صريح. قفشه يكون ليه دور، سليه يكون ليه دور، اي حد منهم يكون ليه دور انه يبقى يغير شكل نص الملعب مع الانضباط اللي موجود في خط الظهر، اطراف ما تفتحش. انا متاكد جدا زي ما محمد واسلام قالوا انه الانفتاح، شوف النادي الاهلي عنده حاجه حلوه قوي، عايزك تهاجمني، مش كل ما هتهاجمني هتفتح، وكل ما تفتح اكتر كل ما احبك اكتر، لان انت كل ما تفتح. الاهلي النهارده بيلعب من على الاطراف، اهلي العمق انتهى، اهلي العمق انتهى مع خروج عبد الله السعيد من النادي الاهلي واعتزال ابوتريكا واعتزال احمد حسن وخروج العظماء من نص ملعب النادي الاهلي. الاهلي بقى اهلي الاطراف، اهلي الاطراف يعني حسين الشحات وبيرسي تاو. ليه الاهلي بقى حاجه حلوه قوي وهو ده الاهلي اللي كان هيطلع من دور المجموعات؟ لا، لان الاطراف اتغيرت، ما اتغيروش كاشخاص، الفورمه اتغيرت. حسين الشحات رجع لفورمه استثنائيه في وقت حاسم جدا، وبيرسي تاو بقى بيرسي تاو. صح، فالشكل العام اتغير. صحيح.